كاس عالم 90 انا كنت هداف الدوري ساعتها وهداف النادي. كان عندنا مباراه مع النادي المحله وكان تمرين اللي هو الاخير، كنا بنتمرن الصبحيه الساعه 11 ونتغدى ونطلع على نبات في المحله ونلعب المباراه بتاعه الدوري. في التمرين ده اخر كوره كان المدرب كان بيجرب، مايك سميث كان بيدرب كده حاجه كده، ففي كوره طالع عليها بدماغي عاليه، واحد راح عامل لي انطره من تحت كده، رحت نازل على كوي حتى بالفريتش لغايه دلوقتي. دخلت عليها العمليات، قعدت فيها 8 ساعات في العمليات. كانت عمليه خطيره جدا، كان المنطقه اللي فيها العصب بتاع الدراع كله. وقعدت اليوم ده كابتن محمود الجوهري اتصل بالبيت، ما كانش فيه بقى فيه موبايلات وبتاع، وكان اتصل بالبيت رد عليه والده الله يرحمه وبيقول له علاء فين، انا عايزه عشان كذا كذا كذا. قال له ده النهارده في المستشفى بيعمل عمليه. الكابتن جوري طبعا جاني من جاني المستشفى، يعني كان اول مره يعني احتك بيه. الدكتور قال له لا، قدامه على الاقل شهرين، العمليه خطيره والحاجات دي كلها. فدي كانت من الحظ السيء، لان كابتن جوري كان بيقول لي انت وصلت المرحله اللي انت لازم تبقى متواجد معايا، وبنيت حاجات كتير قوي في تكتيكي وفي تشكيلي على انك انت تبقى موجود معانا، لكن طبعا كل شيء نصيب يعني.